السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في شرح جديد على أرباح. في هذا الفيديو سنقدم لكم إثبات السحب من تطبيق جي ريورد، يعتبر من أفضل التطبيق لربح المال من الأنترنت. يمكنك من خلال الشحن رصيد هاتفك في أي دولة عربية، وكذلك الحصول على بطاقة فيزا أو بطاقة هدايا أمازون، وكذلك يمكنك الحصول على رصيد باي بال. شرحنا هذا التطبيق سابقا على القناة، سأترك لكم الشرح في صندوق الوصف. وفي هذا الفيديو سأقدم لكم إثبات السحب. قبل البداية في الشرح، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دعمنا عبر مشاركة الفيديو مع أصدقائك لنصل إلى 10,000 مشترك، وتابع معي الشرح. طبعا بعد الدخول إلى التطبيق سنضغط على ريورد الموجودة في الجانب الأيمن، من ثم كما تلاحظون يمكنك السحب على الباي بال، وكذلك جيفت كارد، وكذلك شحن رصيد الهاتف. في شحن رصيد الهاتف سأقوم بوضع رقم الهاتف الخاص بي، من ثم سأضغط على شيك. بعد ذلك هنا سأختار الرصيد حسب عدد النقاط التي لدي. أنا سأقوم بتحويل 20,000 نقطة إلى 5 دينار تونسي أنت، وحسب النقاط التي لديك سأختار 5 TND، من ثم سأضغط على التوباب الموجودة أسفلها باللون الأزرق. سيطلب مني هنا تفعيل الحساب عبر الفيس فيريفيكيشن، سأضغط على ستارت. بالنسبة لهذه العملية فقط تقوم بتصوير وجهك وتحريكه في شاشة صغيرة، وسيتم تفعيل حسابك مباشرة. الموضوع ليس صعب، فقط تضغط على ستارت وتقوم بتصوير وجهك. ونحن قمنا بإتمام العملية. سنعود مرة أخرى إلى ريورد، من ثم في رصيد الهاتف سنضغط مرة أخرى على تشيك، ونختار مرة أخرى بنفس الطريقة المبلغ حسب عدد النقاط، من ثم نضغط على توب أب. هنا تظهر لنا هذه الواجهة، سنضغط على أي جري لتحويل النقاط إلى مبلغ مالي، من ثم سننتظر قليلا. طبعا إذا عدنا إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق، أوكي، كم تلاحظون التطبيق دفع لنا كم تلاحظون أمامكم، ويمكننا عمل تقييم للتطبيق إذا أردنا ذلك. سأدخل إلى الرسائل في الهاتف الخاص بي، وكم تلاحظون وصلني الدفع، قمت بشحن الهاتف الخاص بي ب5 دينار تونسي أنت طبعا والبلد الذي تعيش فيها. المهم بعد أن تعرفنا على كيفية السحب من التطبيق مع إثبات الدفع، بالنسبة للتطبيق طبعا بعد تحميله تقوم بالتسجيل من خلال حسابك على جوجل. بعد ذلك يمكنك البدء في إتمام العروض المتاحة في قسم أوفر، تجد مجموعة من الشركات الخاصة بالعروض. بالنسبة للعروض هي عبارة عن تحميل تطبيقات، إكمال استطلاعات، لعب ألعاب. طبعا كما تعرفون شركات العروض والاستطلاعات تختار أي شركة وتنقر عليها، ستأخذكم مباشرة إلى مجموعة من العروض. طبعا يمكنك الضغط على ستارت والبدء في إتمامها، وستحصل على مجموعة من النقاط أو ما يعرف بجي. هذه النقاط طبعا يمكنك تحويلها إلى أموال حقيقية كما رأيتم، إما السحب على باي بال أو الحصول على بطاقة فيزا افتراضية أو شحن رصيد هاتفك في جميع الدول العربية. بالنسبة للخانة الثانية تجد فيها بلاي، يمكنك الربح من لعب الألعاب. تقوم بتحميل لعبة على هاتفك وتصل إلى مستوى معين، أو تقوم بإتمام الاستطلاعات على شركة CPX Research. كذلك يمكنك الضغط على مور، وستجد شركات عروض واستطلاعات أخرى يمكنك إتمام المهام عليها. بالنسبة لسحب الأرباح كما رأيتم فقط تضغط على Reward. أول طريقة يمكنك استخدامها لسحب الأرباح هي باي بال. حد الآن السحب قليل، يبدأ من 0.2 دولار وهو ما يعادل 3,000 نقطة، 1 دولار 10,000 نقطة، 5 دولار 49,000 نقطة، 10 دولار 97,000 نقطة. تختار طبعا حسب عدد النقاط التي لديك. مثلا أنا الآن لدي 11,800 نقطة، يمكنني سحب 1 دولار من التطبيق. طبعا الطريقة الثانية يمكنك السحب من خلال بطاقة فيزا كارد، تختار هنا choose an item، تختار طبعا عملة البطاقة هي الدولار الكندي، تختار مثلا 5 دولار كندي. يجب أن يكون لديك 36,000 نقطة. كذلك يمكنك شحن رصيد هاتفك، طبعا تختار رمز بلدك بدلا من TN، تختار رمز الدولة، تضع الهاتف وتضغط على check، سيعطيك المبلغ، وكذلك يمكنك شحن هاتفك. وفي الأسفل تجد كود الإحالة، يمكنك مشاركته مع أصدقائك لزيادة أرباحك من التطبيق. كذلك سأترك لكم في صندوق الوصف كود يمكنك وضعه في خانة الريفيرال في قسم الريورد والحصول على مكافأة التسجيل. إذا كان لديك أي سؤال طبعا يمكنك تركه في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ونلتقي في شرح جديد إن شاء الله.